في عنا اليوم BLC Delta راح نجرب نوصله على الكمبيوتر عن طريق وصلة الـ RS485. راح نستعمل هاي القطعة حتى نقوم بعملية الوصل. من هون عنا مدخل الـ RS، عنا الـ A الزائد والـ B الناقص، ومن هون راح نوصله على الكمبيوتر نفس الكابل تبع الطابعة. بداية الوصل راح نوصل المحرك 3 فاز. المحرك مثل ما بنعرف بيجي له 3 خطوط، نوصله على T1 T2 T3 أو الـ UVW. هلا رح نوصل الـ RS485 مع كرت الاتصال. نفتح الغطاء، نجيب كابل شبكة عادي، منقصه الطرف الثاني، وبنوصل معه الجاكة تبع الكرت. رح نوصل هون الجاك، والطرف الثاني رح نوصله بالكارت مثل ما انا شايفين، ناقص البي والزائد الاي. هيك بكون الوصل صار جاهز، وصلنا الانفيرتر مع المحرك، وصلنا المحرك مع الكارت. هلا رح نوصل الكارت مع الكمبيوتر. نستعمل كابل طابعة من هذا النوع. نوصله من هون على الكارت، وراح نوصل الطرف الثاني على الكمبيوتر على مخرج الـ USB. بمجرد ما نوصل الكارت على مخرج الكمبيوتر راح يعطينا ضوء احمر، دليل انه اشتغل وصار فيه باور. هلا الخطوة الاخيرة هي وصل الانفيرتر مع الكهرباء. هذا الانفيرتر بياخذ كهرباء 220 فولت، لذلك راح نوصله بكابل نترو فاز على المدخل اللي هو ROS او L1 وL2. هلا بنوصل الانفيرتر مع الكهرباء. الانفيرتر صار جاهز للعمل. هلا قبل ما نتصل مع الـ RS في عنا بارامترين لازم نعدلهم. نضغط على انتر، نضغط سهم يمين مرتين حتى يظهر 02، نرجع نضغط انتر، بنضغط انتر مرة ثالثة. بارامتر هاد لازم نحطه على 3. في عنا البارامتر الثاني هو 0201، لازم نحطه على 4. هلا هيك نحن سمحنا للـ RS يتحكم بالانفيرتر. بدون هاي الخطوة ما رح يشتغل معنا الانفيرتر عن طريق الـ RS485. نضغط مود مرتين حتى نطلع للوضع الطبيعي. حاليا ما بيعطينا تحكم اي شيء، لانه نحن ربطنا التحكم عن طريق الـ RS.